رعاية الأميرة غيداء طلال رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، افتتحت فعاليات مؤتمر مركز الحسين للسرطان الأول لجراحة الأورام من مركز الحسين للسرطان بهدف تبادل الخبرات الطبية والاطلاع على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في مجال جراحة الأورام السرطانية. هذا المؤتمر يمثل آخر التطورات في المستوى الجراحي في جميع الأورام. أنا أخصائي عيون بتكلم عن أورام العيون، لكن إحنا نتكلم فعليا عن جميع الأورام، في أورام الثدي، القولون، العظام، في كل هذا السبيكترم الواسع من الأورام، عن آخر التحديثات والتطورات اللي وصلت للعلم سواء في الأردن أو في العالم كامل. عبرت الأميرة غيداء طلال من خلال كلمتها عن فخرها بالتطور المميز الذي يشهده قسم جراحة الأورام في مركز الحسين للسرطان بجهود الأطباء المختصين بجراحة الأورام ذوي الخبرات العالمية. هذا المؤتمر هو بيمثل أول مؤتمر في الأردن وفي المنطقة بيعبر عن مدى التطور الموجود في جراحة الأورام. هو بيجمع قامات علمية من مختلف الدول المحيطة فينا، وبنفس الوقت من دول أخرى زي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، دول مختلفة، كلها قامات في جراحة الأورام عشان نواكب ونشوف لوين وصلنا في جراحة الأورام سواء في البلد أو في خارج البلد. على هامش المؤتمر تم افتتاح معرض طبي عرض فيه أحدث ما توصلت إليه الشركات الجراحية المشاركة من أجهزة ومعدات طبية. ألا أبو حمدة، رؤيا.